مع ليست من حروف الجر أبدا، ولها 3 أعاريب، إذا جاء بعدها مكان كانت ظرفا للمكان، وإذا جاء بعدها زمان كانت ظرفا للزمان، وإذا نونت صارت حالا. في ظرف الزمان جئت مع الفجر، وظرف المكان جئت مع محمد، أي جئت مع محمد في مكان معين، ونقول جئنا معا، جئنا معا. إذا مع هنا نقول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومع الثانية هنا نقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومعا نقول حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. والاسم الذي يأتي بعد مع غير المنونة، يعني اللي هي مع اللي هي الظرفية، والاسم الذي يأتي بعد مع الظرفية يكون مضافا إليه مجرورا. يعني عندما نقول الآن مثلا جئت مع الفجر، ما إعراب الفجر؟ الفجر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. جئت مع محمد، محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذا مع ليست من حروف الجر أبدا، وتكون ظرفا للزمان، وتكون ظرفا للمكان، وتكون حالا إذا نونت. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور.